بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal ashifati asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati zikra, uzran aw nuzra, innama tu'aduna lawaki, fa idzan nujumu tumisat, wa idzas sama'u furijat, wa idzal jibalu nusifat, wa idzar rusulu uqitat, li ayyi yaumin ujjilat, li yaumin fas, wa ma adraka ma yaumun fas, wa ilu yauma idzil lil mukazzibin, alam nuhlikil awwalin, summa nutbi'uhumul akhirin, kadzalika نفعل بالمجرمون مجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فجعلنا فيها رواسي سامغات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنهم جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.